يوم جميل إن شاء الله على كل حضراتكم. صباح الفل عليكم سيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله حضراتكم هتستمتعوا معنا بحلقتنا النهاردة، لأن الحلقة دسمة ومليانة قصص لطيفة جدا. هنستعيد من خلالها ذكريات رائعة من تاريخ النادي الاهلي. صباح الفل عليكم. ده طبعا الى جانب ان احنا عندنا سؤال في السوشيال ميديا، نهاوند هتحكي لنا عنه. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على حضراتكم جميعا. وزي ما كريم بيقول احنا معانا يعني فقرات كتيره، ومنها حاجه عن النوستالجيا، ودي قررنا بقى انا وكريم ومع فريق الاعداد ان احنا هنخليها كده حاجه دايما معانا كل اسبوع، لو قدرنا كمان كل يوم نرجع كده بالتاريخ ونفتكر بطولات الاهلي ويعني ورياضيين زمان وابطالنا، ونتكلم كده في التفاصيل مش كل الناس بتبقى عارفاها، حاجات بالكواليس كده هنجيبها لحضراتكم ونعرضها يعني اكسكلوسيف او حصري في 10 الصبح في الاهلي. بس عايز اقول لحضراتكم برده، والكلام لا يخلى يعني من برده كوفيد 19، ويمكن التوعيه لازم تكون من خلال برده الاعلاميين بجانب طبعا يعني تكاتف كل جهات الدوله. يمكن برده من الاخبار اللي قريتها امبارح، يعني الصديقه العزيزه الفنانه نشوى مصطفى اصيبت بكورونا بالامس، خليني اقول لحضراتكم، وهي كانت يعني ربنا يشفيها. هي كانت كاتبه امبارح برضو على صفحتها بتقول يعني ادعوا لي، وان هي النتيجه بتاعتها طلعت بوزيتيف. انا اعتقد هنا احنا لازم برضو نخلي بالنا من نقطه، ان دايما وزاره الصحه بتنوه ان هيبقى فيه ويف تانية. واضح ان العالم كله اخذ الاجراءات الاحترازيه بتاعته، احنا كمان لازم نخلي بالنا. انا مش طالعه بالكمامه هزار، انا كنت فعلا لابساها، بس انا طالعه جزء ان احنا لازم يبقى فيه زي تكاتف، زي ان احنا بنتكلم ان الموضوع مش بسيط، احنا بنستهون. وبعدين بعد ما لا قدر الله حد بيصاب في عائلتنا فرد الموضوع، بعد كده بقى الناس تبتدي تاخد بالها. فيعني علشان ده ما يحصلش خلينا ناخد بالنا من دلوقتي. ممكن جدا الويف الثانيه يا كريم تبقى اشرس من الاولانيه. الكل بياكد كده، وهي ابتدت بالفعل في دول كتير في اوروبا وعملت لوك داون، ويعني لينا ناخد بالنا على قد ما نقدر. بس انا اكيد بقى لا مش هكمل الحلقه بيها يعني. اتفضل. طيب فكرينا بقى بسؤال السوشيال ميديا في حلقه سؤال السوشيال ميديا جميل جدا، ورايك ايه في اداء الاهلي تحت قياده موسيماني؟ ناس كتير هتقول لك كويس، احنا مش عايزين بس كويس، احكي لنا كده رايك، وكمان يعني تكتيكيا التكنيكال نفسيه لعيبه، انت شايف الجو العام بقى عامل ازاي من ناحيه كمان التفاعل بتاع الجمهور، يعني كل الزوايا مش بس فكره كويس او مش كويس. خلينا نروح لتفاصيل اكتر، واحنا محضرين برده ان شاء الله في نهايه الحلقه يعني في الفقره اراء للناس في الشارع، واخدين زي بوبسات كده، عايزين نعرف برده الناس شايفه موسيماني ازاي، والاهلي تحت قياده موسيماني ازاي من جميع الزوايا زي ما اتكلمنا. لا لا اشرب براحتك يا باشا. كنت لسه باخد البق الوداع، بق الوداع يا عالم. طيب تعالوا نبتدي بقى طبعا زي ما بنعمل كل يوم مع حضراتكم، نبتدي دايما باخبار النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله هينضم سداسي الاهلي محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد هاني، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، حمدي فتحي، هينضموا هم السته لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهه منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، طبعا ضمن منافسات الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه في الكاميرون. وطبعا دي اول المباريات اللي هياخدها منتخب مصر بعد انتشار فيروس كورونا، وباذن الله يكون المنتخب يعني موفق في المباراتين، خصوصا وان احنا محتاجين الفوز عشان نرفع رصيد النقاط بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر. هي برضو نقول ان دايما مجلس الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيحرص على تنفيذ كافه الملفات ده بالتوازي وليس بالتوالي، يعني بجانب الرياضه هتلاقي زي انشاءات، هتلاقي مشاريع تنمويه اخرى استثماريه، كمان العديد من الملفات. امبارح بقى خليني اقول لحضراتكم استقبل الكابتن محمود الخطيب وفد من وزاره التضامن الاجتماعي، وده في اطار الاختيار الرسمي لمجلس امناء الاهلي للتنميه المجتمعيه بتصديق وزاره التضامن الاجتماعي على اشهار بقى مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه. بيذكر ان مجلس الامناء بيضم طبعا كابتن محمود الخطيب رئيسا لمجلس الاداره، دكتور محمود بجنيد نائب رئيس مجلس الامناء، وطارق انديل امين للصندوق، والاعضاء محمد الجرحي، عبد الهادي القصبي، انيسه حسونه، عبد الوهاب توفيق، محمد الهواري، طارق ثابت، وخالد مدين، وهشام جمال. اللي عايز اعلق عليه مش درجات الحراره، اللي عايز اعلق عليه هو منظر النيل. لو حضراتكم انا مش عارفه طبعا اكيد مش واضح من هنا، بس عايز اقول لحضراتكم المنظر صعب جدا. ممكن يكون من الجنب واضح، يعني لو حضراتكم شايفين هنا اللون البني ده النيل، فموضوع الطمي ده امبارح ما كانش كده خالص، ده امبارح كان لون جميل. طبعا بس مش عارف هل الموضوع ده ممكن يبقى له علاقه بالسيول اللي حصلت اليومين اللي فاتوا في طريق الزعفرانه والنوع ده من الامور، ولا ما فيش لينك ما بينهم وبين النيل؟ مش عارفه، بس هو الشكل العام لحضراتكم
شفتوه هتلاقيه على عرض النيل لون غريب جدا، يعني لازم الواحد يقف ويبدي اندهاشه. نروح بقى مع حضراتكم كابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عام، بيدرس دلوقتي خوض مباراتين دوليتين خارج مصر استعداد لبطولة شمال افريقيا المقرر لها الشهر المقبل في تونس. بيفضل مواجهة السعودية والامارات خارج مصر لاكتساب كمان اللاعبين للخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الامم الافريقية ده بموريتانيا. هيا خليني اقول لحضراتكم برضو كابتن ربيع ياسين حريص على إقامة معسكرات مستمرة وخوض وديات مع فرق داخل مصر، وكان اخرها امبارح مع فريق النصر واتعادل معاه 3-3. تعالوا بقى نروح نتعرف مع بعض على اخر المستجدات واخر اخبار النادي الاهلي مع الزميله العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي من مقر النادي بالجزيره. نورهان صباح الفل عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، صباح الخير يا كريم وصباح الخير يا نهاوند. زي ما عودناكم احنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي، هنحاول نقول لكم طبعا ونوصف لكم المشهد هنا من مقر النادي، وطبعا نطلعكم كمان على أهم وأبرز أخبار النادي. طبعا في الساعات الأولى يمكن شاهدنا يعني حضور لسه طفيف شوية من أعضاء عمومية النادي هنا، العمال يعني استعدوا بشكل كبير جدا لاستقبال الأعضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم. كمان على المستوى الأمني كان في تجديدات صارمة جدا بضرورة ارتداء الكمامة على البوابات، والعمال كمان كانوا يعني ملتزمين جدا بتعقيم كافة منشآت المقر هنا. درجة الحرارة النهاردة العظمى 26 والصغرى 19، يعني إلى حد ما الجو مائل نسبيا للبرودة، بس يعني الجو جميل هنا في النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم. كمان خلينا نروح بقى لأخبار الفريق الأول كرة القدم. زي ما احنا عارفين الفريق الأول في راحة تم يمكن من يوم السبت الماضي، طبعا عقب مباراة طلاع الجيش واللي فاز فيها النادي الأهلي بثلاث أهداف دون رد في ختام منافسات الدوري اللي حسمه النادي الأهلي لصالحه. وكمان طبعا زي ما احنا عارفين تسلم النادي الأهلي درع الدوري الـ 42 بعد المباراة في وسط أجواء واحتفالية كانت جميلة جدا في استاد الأهلي والسلام. يمكن يوم السبت المقبل إن شاء الله هيعاود الجهاز الفني مع اللاعبين التدريبات الجماعية استعدادا للنهائي الأفريقي، اللي طبعا زي ما احنا عارفين إن كل جماهير النادي الأهلي هنا وأعضائه ومجلس إدارته في انتظار المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل. موسيماني هيعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ للوقوف على آخر مستجدات الفريق، وكمان بحث البرنامج المقبل للفريق واستعداداته، خاصة طبعا بعد الأجازة الطويلة من السبت للسبت اللي منحها المدير الفني للاعبين. وكمان طبعا زي ما احنا عارفين سمح للاعيبة الدوليين للانضمام إلى منتخباتهم والأجانب لمرافقة أسرهم في بلادهم. كمان خلينا نقول أنه موسيماني طلب تقرير طبي من دكتور خالد محمود عن آخر مستجدات المصابين، وتحديدا على رأسهم الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات. طبعا زي ما احنا عارفين رامي ربيعة كان أصيب بمزق في الخلفية، وحسين الشحات في المباراة الأخيرة كان أصيب بشد في الخلفية. يمكن كمان في خبر صار انه ازدادت حظوظ رامي ربيعة في المشاركة بالمباراة النهائية في المباراة الافريقية، ده طبعا بعد ما تم تأجيل المباراة من 6 نوفمبر ل 27، وده هيخلي اللاعب ان شاء الله يمكن بنسبة كبيرة جدا يقدر يشارك في المباراة. وكمان عايزين نقول انه يعني من بين الكواليس بقى موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين كان في تجديدات كبيره جدا جدا على اللاعبين اللي هيسافروا، وكمان اللي موجودين هنا في فتره الراحه اللي منحها المدير الفني الجنوب افريقي للاعبين، على ضروره الحفاظ على انفسهم وان هم يعني يتخذوا كافه الاجراءات الاحترازيه، يعني طبعا تخوفا من لا قدر الله اصابه اي لاعب قبل المباراه النهائيه المرتقبه. يعني مش عايزين نقول كمان انه كان في يعني تحذيرات قويه جدا جدا للعيبه اللي مسافره تحديدا
ويعني يمكن يعني شبه تهديدات ب يعني غرامات ماليه للاعبين في حاله طبعا يعني عدم تنفيذ الاوامر او عدم تنفيذ طلبات الجهاز الفني من اللاعبين. كمان الجهاز الطبي للنادي الأهلي هيتابع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يعني كافة الإجراءات الاحترازية الطبية للنهائي الأفريقي، زي ما احنا عارفين وزي ما احنا قلنا يعني استعدادات قوية جدا من جانب الجهاز الفني واهتمام كبير جدا من جماهير النادي الأهلي بالمباراة الإفريقية المرتقبة. اما بقى على صعيد السله فاجرى اللاعب عبد الله ناصر الشهير ببودي جراحه يعني ناجحه في ايده بعد ما اصيب بكسر مضاعف في اليد. اللاعب ان شاء الله من المحتمل ان هو ينضم لمعسكر المنتخب قبل البطوله الافريقيه بعد اجراءه للجراحه الناجحه. واخيرا بقى حاله من الارتياح هنا داخل مقر نادي الاهلي بعد ما طبعا زي ما احنا عارفين زار وفد من وزاره التضامن الاجتماعي امس للنادي الاهلي هنا لاشهار مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه، وده طبعا في اطار حرص مجلس اداره النادي الاهلي على تطوير وارتقاء باسم النادي الاهلي في كافه الاصعده مش بس على المستوى الرياضي، بالاضافه كمان الى انه الاعضاء كمان ابدوا ارتياحهم وانبساطهم بالندوه اللي تمت اقامتها امس على خلفية الإقرار الضريبي الإلكتروني من حيث توعية الأعضاء بكيفية يعني إقرار ضريبتهم بشكل إلكتروني. دي كانت يمكن أبرز أخبارنا هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ومكملين مع حضرتك. ومن أخبار الأهلي نروح بقى لأخبار آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية وكمان العالمية، وزميلتنا روزان نصر مراسلة قناة الأهلي وهي موجودة دلوقتي في جريدة الشروق. روزان هصبح عليكي وهسألك كده في البداية عن يعني الحديث حول دوري أبطال أوروبا ومحمد صلاح، يمكن امبارح صحف كتيرة جدا محلية وعالمية تناولت محمد صلاح وأبرز المانشيتات كانت إن هو بيصنع التاريخ مجددا، فتفاصيل بقى هذا الموضوع معاك اتفضلي يا روزان. صباح الخير عليك يا نهواندو، طبعا صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني طبعا قبل ما أتناول معاكم أخبارنا، يعني محمد صلاح هو كان الأبرز على كل مواقع التواصل الاجتماعي وكمان مواقع الصحف، وحاولت أجيب كده يعني أهم المانشيتات وأبرز العناوين طبعا يعني في شباك أتلانتا امبارح على هدف محمد صلاح. وهنبدأ بصفحة الدوري الإنجليزي رسمية باللغة العربية على تويتر، واللي كتبت محمد صلاح يعادل رقم الأسطورة ستيفن جيرارد بعدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا بواقع 21 هدف. ومن موقع في الجول على تويتر واللي نشرت صورة سجدة محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال بعد هدفه في شباك أتلانتا. كمان موقع جول العربي على تويتر كتب محمد صلاح يصنع التاريخ مجددا، والهدف الأوروبي 21 جعله الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع ستيفن جيرارد. كمان معانا في عنوان رئيسي كتبت صحيفة سن البريطانية ليفربول قد يفقد جهود محمد صلاح أغلب فترات الموسم، والصحيفة كتبت في التفاصيل أن محمد صلاح سيتم استدعائه من قبل المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 المنتخب، وأضافت لقد تم تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي تقام في يناير وفبراير 2022. وبحسب صحيفة بريطانية طبعا فإن هذا يعني عدم تواجد النجم المصري في عدد كبير من مباريات ليفربول، ربما تصل لشهر يعني لثلاثة أشهر خلال موسم 2021-2022. ومن
صحيفة ميرور الإنجليزية، ليفربول يفوز على مضيفه أتلانتا بخماسية نظيفة. الصحيفة كتبت أن ليفربول حصد 3 نقاط مهمة في دوري أبطال أوروبا، ووصفت الصحيفة فوز ليفربول الكبير بأنه فوز رائع من فئة الـ5 نجوم في الطريقة الفنية. وأضافت أيضا ميرور أن ديوغو جوتا سجل 3 ثلاثية رائعة، وكان هناك أيضا هدف لمحمد صلاح وصل به إلى رقم 21 هدف في دوري الأبطال، وهو نفس رقم الأسطورة ستيفن جيرارد. نروح بقى سريعا لجدول مباريات النهاردة الأربع 4 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا، طبعا الزمالك مع الرجاء في الساعة 7 مساء، أما طبعا في دوري أبطال أوروبا لايبزيج مع باريس سان جيرمان في الساعة 8 مساء، برشلونة مع دينامو كيف أيضا في الساعة 8 مساء، تشيلسي مع ستاد رين كمان في الساعة 8 مساء. من موقع جريدة الشروق خبر بيقول أيضا عن صلاح، صلاح يتساوى مع جيرارد في صدارة الهدافين التاريخيين لليفربول بدوري الأبطال. بات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفا للريدز في منافسة دوري أبطال أوروبا، متساويا مع ستيفن جيرارد الهداف التاريخي بـ21 هدف، وسجل صلاح هدفه الـ21 في مرمى أتلانتا في المباراة المقامة مساء أمس الثلاثاء على ملعب أتلانتا ضمن مواجهات الجولة 3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويتفوق ليفربول على أتلانتا حتى الـ70 بخماسية نظيفة. من موقع سوبر كورة خبر عربي، الجزيرة يوقف انتصارات بانياس بثلاثية في الدوري الإماراتي. حقق الجزيرة فوزا غاليا على مضيفه بانياس بـ3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بانياس في إطار الجولة 4 من الدوري الإماراتي، وبتلك النتيجة يوقف الجزيرة انتصارات بانياس ويحتل المركز 4 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد في المركز 3 برصيد 9 نقاط. وأخيرا خبر عالمي من موقع في الجول، سيرجيو راموس يصل لـ100 هدف مع ريال مدريد. وصل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إلى الهدف رقم 100 بقميص الملكي في جميع المسابقات بفضل رأسيته في شباك أنتر في دوري أبطال أوروبا. 55 هدفا سجلها راموس جاءت بكرات رأسية في جميع المسابقات. طبعا بدأ راموس مشواره مع ريال مدريد في موسم 2005، ومنذ ذلك الحين سجل المدافع البالغ 34 عاما 100 هدف في 659 مباراة بجميع المسابقات. طبعا دي كانت أبرز وأهم الأخبار من هنا من موقع جريدة الشروق. عودة ليكم مرة تانية في الاستوديو. نشكرك زميلتنا العزيزة روزان نصر، ونشكر كمان زميلتنا العزيزة نورهان طمان على التغطية الرائعة، شكرا ليكم. قلنا لحضراتكم في مقدمة حلقة النهاردة ان احنا هنعيش معاكم كده ابتداء من النهاردة وعلى مدى الحلقات اللي جاية ان شاء الله حالة من النوستالجيا، نوستالجيا الأهلي الجميلة. طبعا هنرجع من خلالها مع يعني بالزمن مع كل حضراتكم حوالي قولوا 38 سنة كده تقريبا لورا. طبعا نهائي دوري أبطال إفريقيا هيكون يوم 27 من الشهر الحالي، وبالتالي احنا حبينا ان احنا نسترجع مع حضراتكم نوستالجيا الأهلي مع البطولة دي تحديدا اللي توج بيها 8 مرات، ولغاية ماتش النهائي إن شاء الله ربنا قدرنا نكون حكينا لكل حضراتكم قصة الـ8 بطولات اللي فاتوا، وهنبتديها بحكاية نهائي أول لقب وهو لقب عام 1982 اللي الأهلي توج بيه على حساب كوتوكو الغاني، وأقيمت مباراة الذهاب يوم الأحد 28 نوفمبر في استاد القاهرة أمام 60,000 متفرج، وفاز في هذه المباراة النادي الأهلي بنتيجة 3-0. تشكيل الأهلي في اللقاء ده كان كالآتي، كان بيضم إكرامي، مدحت رمضان، ماهر همام، مصطفى يونس، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، محمد عامر، وطبعا شارك الثنائي الشهير طاهر ابو زيد وحسام البدري في الدقيقه 72 كبديلان للثنائي محمود الخطيب ومدحت رمضان على الترتيب، وكان وقتها المدير الفني هو الراحل العظيم محمود الجهري. طبعا الجهري هو اللي صنع الـ3 اهداف في مباراه، اللي صنع الـ3 اهداف في هذه المباراه هو المجري مصطفى عبده، وسجل الخطيب هدفين في الدقيقه 13 والدقيقه 34، وعلاء ميهوب سجل الهدف في الدقيقة 19.
عن مباراة بقى الإياب، خليني أقول لحضراتكم هي أقيمت الحد 12 ديسمبر في مدينة كوماسي الغنية، ده بحضور أكتر من كان 70,000 متفرج وقتها، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. التشكيل كان إكرام الشحات، ماهر همام، مصطفى يونس، مدحت رمضان، مجدي عبد الغني، محمد عامر، مصطفى عبد الواحد وهو بيقول الأسامي دي مبسوط، محمود الخطيب، ربيع ياسين، طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، ومختار مختار. سجل هنا بقى هدف الفريق الغاني جون بان ريمان، ده كان في الدقيقة ال 12، وعادل للأهلي، عادل الأهلي بقى محمود الخطيب في الدقيقة 70 تحديدا بهدف صنعه مختار مختار. الصعوبة أو صعوبة المباراة الإياب كانت في الأجواء وقتها، لأن الجماهير في غانا استقبلت الأهلي في المطار بعلامة 5، أي يعني أنهم هيكسبوا 5. كمان ليلة المباراة بعض الجماهير عملت زي ضوضاء كده ودوشة حول فندق إقامة اللاعبين عشان ما يعرفوش يناموا، وبالتالي يدخلوا المباراة وهم يعني مجهدين، حاجات يعني أنت عارف. بس على مين؟ على مين؟ على مين في الآخر؟ بعد كده اللي حصل كالآتي، قرر فؤاد محي الدين رئيس الوزراء وقتها أنه يمنح كل لاعب 2000 جنيه مكافأة، وكمان كابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير الكرة شكل لجنة عشان يستقبلوا من خلالها هدايا المشجعين اللي كانت طبعا كتير جدا، واللي كان أكثرها تميزا 30 مصحف مطليين بالذهب من مشجعي النادي الأهلي في هذا الزمان. الأهلي خاض 10 مباريات في بطولة عام 1982، حقق الفوز في 5 مباريات داخل الأرض، وخارج مصر خسر مباراتين وتعادل في 3 مباريات. كانت أكبر نتيجة ليه هو الفوز، أو هي الفوز أمام يانج أفريكانز في دور ال 16 بخماسية نظيفة، سجل خلال البطولة 18 هدف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف، وكان هداف البطولة كابتن محمود الخطيب برصيد 6 أهداف. طيب نروح بقى لحكاية اللقب الثاني، واللي كان عام 1987 على حساب الهلال السوداني. أقيمت هناك مباراة الذهاب يوم الأحد 29 نوفمبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسط 50,000 مشجع سوداني و500 مشجع مصر. انتهت هنا بالتعادل السلبي بدون أهداف. تشكيل الأهلي في المباراة كان أحمد شوبير، إبراهيم حسن، حمادة صدقي، محمود صالح، ربيع ياسين، حمدي أبو راضي، وعلاء ميهوب، بدر رجب، طاهر أبو زيد، أيمن شوقي، حسام حسن، والمدير الفني وقتها كان كابتن أنور سلامة. على عكس بقى أجواء نهائي 82، كان استقبال أشقائنا وقتها السودانيين رائع جدا، وحرصوا نجوم الكرة السودانية على زيارة معسكر الأهلي والترحيب بيهم، بجانب أن الخطيب كمان نجم الأهلي وعملوا برنامج هناك يعني تلفزيوني عن أهمية، مع يعني هناك نجم الهلال عملوا برنامج تلفزيوني عن أهمية تطعيم الأطفال في أفريقيا، وإتزاع كمان قبل بداية المباراة وبين الشوطين. يعني يمكن كده زي ما أنت قلت الأجواء يعني زبطت شوية، بس دي كلها حاجات كده جميلة إحنا لما بنفتكرها وبتعيش القصة أعتقد بتبقى لذيذة جدا. لا والفيديوهات حاجة تحفة يعني طبعا يعني زمن كروي ولا أجمل ولا أروع. طيب نهواند حكت لحضراتكم مباراة الذهاب. مباراة الإياب بقى أقيمت يوم الجمعة 18 ديسمبر في استاد القاهرة الدولي في حضور 80,000 متفرج، وانتهت لصالح النادي الأهلي بهدفين دون رد. سجل الهدف الأول لاعب الهلال نفسه، دخله في مرمى، دخل هدف في مرمى بعد 5 دقائق فقط، وأضاف أيمن شوقي الهدف الثاني في الدقيقة 42 أو 43. تشكيل اللقاء كان كالآتي: أحمد شوبير، إبراهيم حسن، محمود الخطيب، محمود صالح، أسامة عرابي، ربيع ياسين، طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، حسام حسن، حمادة صدقي، حمدي أبو راضي، أيمن شوقي، محمد سعد. كل اسم من الأسماء دي على فكرة يعني دي من الأيادي البيضاء الكثير في مشوار وتاريخ النادي الأهلي. شارك، ودي نقطة مهمة جدا، شارك نجم الأهلي محمود الخطيب في هذه المباراة لمدة 15 دقيقة فقط في نهاية اللقاء. ليه بقى؟ يعني أو بالرغم من إيه؟ بالرغم من هو كان مصاب بكسر مضاعف في الوجه، وقتها كل الأطباء نصحوه إن هم ما يلعبش يعني المباراة، ولكن طبعا كان في إصرار من طرفه إن هو يلعب المباراة، فنصحوه إن هو على الأقل أضعف الإيمان يعني ما يلعبش أي كورة براسه. في النسخة دي النادي الأهلي أحرز 18 هدف ودخل مرمى 6 أهداف، فاز 5 ودخل وتعادل في مباراتين وخسر 3، وطبعا الخطيب كان هداف هذه البطولة برصيد 5 أهداف. وأكبر فوز للنادي الأهلي في هذه البطولة كان على ليوبارد الكيني بنتيجة 6-0. طيب احنا رجعنا للحكاية وفي قصة انا كابتن محمود الخطيب والإصابة الشديدة، بس خليني اقول لكم بقى بعد المباراة كابتن محمود الخطيب
ما شافش نوم من شدة الألم في جانب طبعا وجهه الأيسر، كان عنده زغلالة كمان في العين اليسرى، وهو زي ما كريم قال اتدرب بعد 5 أيام من جراحة الكسر المضاعف في الوجه، ولعب قبل كمان مرور 10 أيام رغم نصيحة الأطباء وقتها، وقرر بعد المباراة ب3 أيام وتحديدا في 21 ديسمبر اعتزال كرة القدم بعد 17 عام قضاها مع الأهلي. وده كان في مؤتمر صحفي حضر وقتها حشد كبير جدا من الصحفيين، وأعلن فيه مدير الكرة بالأهلي حينها كابتن طارق سليم رحمة الله عليه إن الخطيب قرأ الفاتحة بين شوطي المباراة مع زملائه وقال لهم أريد أن تهدوني لقب إفريقيا لأن هذه المباراة هي الأخيرة لي. طبعا المباراة دي أنهت مسيرة حافلة بالنجاحات والعطاءات، لاعب استثنائي على كل الأصعدة، احنا بنتكلم على جزء لا يتجزأ من تاريخ كرة القدم المصرية، مش بس النادي الأهلي، احنا بنتكلم على ظاهرة كروية استثنائية فنيا وأخلاقيا. الحقيقة كابتن محمود الخطيب ممكن الواحد يقعد يتكلم عنه ساعتين، مش مجرد كام جملة ممكن نختصر من خلالهم هذا المشوار الطويل. اللي حصل بعد كده ان يعني بعد هذه المباراه حصلت شويه مواقف كمان كلها ملفته للنظر وكلها تندرج تحت بند الاعتزال. حكم اللقاء المغربي لاراش اعلن اعتزاله، التحكيم كمان بعد هذه المباراه رشح كمال شداد المدير الفني وقتها لفريق الهلال السوداني، رشح نفسه لرئاسه اتحاد الكره السوداني لتصبح هذه المباراه هي اخر مهمه رسميه ليه مع الفريق. وكمان الجدير بذكر ان المباراه دي حققت رقم قياسي مصري في الإيرادات، بلغت وقتها 125,000 جنيه من التذاكر فقط، طبعا بخلاف حصيلة بث المباراة تلفزيونية. طيب احنا اخبارنا لسه ما خلصتش، هنروح بس فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مرة تانية ومكملين أخبارنا، بس قبل ما نكمل بس ننوه مرة تانية عشان نفكر حضراتكم أو اللي لسه يعني متابعنا دلوقتي، إحنا سؤال السوشيال ميديا في الفقرة الأخيرة حول رأي حضرتك إيه في أداء الأهلي تحت قيادة موسيماني، عايزين نعرف مش بس حلو أو وحش زي ما أنا قلت في بداية الحلقة، عايزين نعرف رأيك، يعني ادينا شوية تفاصيل كده حتى لو دخلت في نفسية اللعيبة، وجهة نظرك من الناحية التكتيكية، يعني شو حتى أنت شايف الجمهور متفاعل إزاي برضو مع موسيماني، انت شوف لنا كده اي حاجة حابب ان انت تقولها او تفصيلة معينة حابب ان انت تشاركها معنا، طبعا ده شيء اكيد هيسعدني انا وكريم. روح بقى مع حضراتكم الخبر بعد كده، ويمكن خبر شوية حزين، يعني الفكرة هنا الموت الرحيم، اضطر مالك الفرس أنتوني فان دايك الفائز ده بسباق ديربي أبسم عام 2019 ان هم ينهوا حياته بعد تعثره وإصابته خلال سباق كأس ملبورن ده في أستراليا، مجعلهم طبعا يلجأوا هنا بقى للقتل الرحيم. الفرس ده أو فان دايك ده شارك في 19 سباق في 5 بلدان مختلفة وحقق 5 انتصارات فضلا عن تتويجه كمان بلقب الديربي الإنجليزي. من اللي بيتابع من حضراتكم السباقات سباقات الخيل عارف ان هذا الفرس يعني هو فرس زي ما الخبر بيقول فاز ببطولات كتيره جدا، بس فكره برضو يا كريم القتل الرحيم اوقات بيبقى خلاص يعني افضل للحيوان او للفرس تحديدا، بس بتبقى لحظات من اصعب ما يمكن على مالكي الحيوان. صح. يعني الكلام ده برضو بيتكرر كل فتره في عالم الكلاب البوليسيه، وعلى فكره في امريكا الكلاب البوليسيه اللي برضو اللي بتقعد عمر كامل بتخدم قوات الشرطه الامريكيه بيعملوا لهم مراسم تكريم في الاخر ويمشوا على سجاده حمراء وحدوته كده، بس بتبقى دايما النهايه حزينه. ومالك الكلب او الحيوان ايا كان سواء بنتكلم على حصان او غيره بتبقى دي لحظه تعيسه جدا. صح. في حياته هو الشخصيه. طيب عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم عن حاجه دي علاقه بمساهمه الرياضيين في الانتخابات، طبعا بنتكلم تحديدا عن الانتخابات الامريكيه، وانتوا طبعا اكيد متابعين من امبارح العالم كله بيتابع اللي بيحصل في الولايات المتحده الامريكيه واجواء الانتخابات بين ترامب وبايدن، والحقيقه خلافا لكل من سبقوا من الرؤساء لم يتجنب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في فتره رئاسته انه يتدخل في القضايا الرياضيه المثيره للجدل، ويبدو ان ده خلى ناس كتير جدا يعني من نجوم الرياضة حتى بصفة خاصة اللي كانوا بيتجنبوا في الماضي فكرة أنهم يشاركوا في المعارك الانتخابية اضطرت البعض منهم إلى مساندة ترامب أو مساندة خصمه بايدن في انتخابات عام 2020. ساندوا مؤخرا عدد من النجوم المعروفين زي لاعب كرة القدم لو هولتس وكمان لاعب الجولف جاك نيكولس، الاثنين دول وغيرهم كتير من نجوم الرياضة مساندين وبمنتهى القوة لدونالد ترامب. كمان على الجانب الآخر فريق سياتل ستورم لكرة السلة للسيدات يعتبر هو أول فريق بالكامل يساند مرشح رئاسي بعد ما ساندوا جو بايدن. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر من خلال هذا الفيديو، تفضل.
a friend. You humbled me, Mr. President. Well, look, so we're going. I miss my family. طيب نروح لخبر تاني حزين. انا شايف ليه الاخبار الحزينه معايا. ربنا يجعلها اخر الاحزان في حلقه النهارده. ذكرت هنا وسائل اعلام ارجنتينيه ان اسطوره كره القدم مارادونا تم نقله للمستشفى لاجراء فحوصات بسبب معاناته من متاعب صحيه دامت لفتره وسيتم وضعه تحت المراقبه لعده ايام. وقضى مارادونا البالغ من العمر 60 عام فترات متعدده في المستشفيات ده في السنوات الماضيه واخرها في بدايه عام 2019 عندما اصيب بنزيف داخلي في المعده واصيب بوعكه صحيه في مونديال روسيا اللي هو كان عام 2018 واغمي عليه وقتها اثناء مشاهدته مباراه الارجنتين ضد نيجيريا. ربنا يشفيه. اكيد اسطوره واسم كبير جدا في عالم كره القدم. مارادونا دول كانوا المنافسين هم اللي بيغمى عليهم لما بتضطرهم الظروف والقدر ان هم يلعبوا اي مباراه ضده. هو كمان لاعب استثنائي بالمعنى الحرفي وظاهره كرويه غير متكرره وعنده كاريزما كده من نوع خاص جدا. يعني بتحبي الكوره ما بتحبيش الكوره لا تملكي غير ان انت تعجبي وتحبي كمان مارادونا عشان صحيح. شخصيته غير حرف يعني حرفنته. طيب مارادونا احنا يعني عارف اتولدنا وكبرنا طبعا. على كان هو وقتها طبعا. يعني نجم فعلا في العالم كله. تعالوا بقى نروح لمنطقة تانية خالص. انتصر الكرواتي مارين شيليتش على الكندي فيليكس الياسيمي في الدور الأول لبطولة باريس للأساتذة في التنس. الياسيمي ارتكب مجموعة من الأخطاء الحقيقة في بداية المباراة وبالرغم من هو بعد كده يعني الدنيا ظبطت معاه شوية ابتدى أداؤه يتحسن بشكل ملحوظ عقب ذلك إلا إن مارين استغل الأمر ده واقتنص الفوز. تعالوا نشوف جزء من هذه المباراة. Je. Premièrement, je tire. As a cap, 15-40. Je. Deuxièmement. Chilich. Je sais le match. Chilich. Ne mange pas une. 6-0, 3-6-6. 6-0, 3-6-6. مكملين برضو مع أخبار التنس. انتصر الإسباني دافيو دوفيتش فوكينا على المصنف الحادي عشر الروسي كارين كاشانوف في الدور الأول لبطولة باريس للأساتذة في التنس ليقصي بقى من الدور الأول ويتأهل هنا لمواجهة الفرنسي بونزاي. خلينا نروح نتابع. Qualifié pour le second tour, l'Espagnol.
طيب بكده تكون فقرتنا الخبريه انتهت. هنطلع فاصل سريع، وبمجرد العوده من الفاصل هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى ليها علاقه بعالم العاب القوه، والفقره الثانيه لن تخلو من الغناء والطرب طبعا، ده الى جانب سؤال السوشيال ميديا اللي احنا ان شاء الله هنقرا كل تعليقات حضراتكم في الجزء الاخير من حلقه النهارده. ما تنسوش سؤال الحلقه، ايه رايكم في اداء النادي الاهلي تحت قياده موسيماني؟ طيب نطلع فاصل، واثناء الفاصل انا ملاحظ ان نهواندا خدت كل الاجراءات الاحترازيه وقلبت نينجا، ونرجع تاني. ايوه انا خايفه والله. يلا اتفضل. اهلا بكل حضراتكم من جديد مع اولى فقراتنا الحواريه. الفقره دي هنتكلم من خلالها عن بطل منضم جديد لصفوف النادي الاهلي في العاب القوه، وحقق الحقيقه العديد من البطولات المحليه وايضا العالميه. هو من اللاعبين المميزين جدا اللي حققوا العديد من الميداليات في افريقيا تحديدا مع منتخب مصر. معانا ومع كل حضراتكم النهارده كابتن محمد مجدي حمزه، لاعب الاهلي ومنتخب مصر في العاب القوه. صباح الفل عليك يا كابتن، منورنا. اهلا بيك. صباح الخير يا كابتن، اهلا بيك ونورت الاهلي. وعايزين نعرف بقى او نبدا من هنا، الانتقال للاهلي والفتره كانت ازاي والكواليس كانت ازاي؟ وعموما هو مش انتقال قوي للاهلي، ان انا على طول كنت اصلا في الناشئين والشباب، كنت بلعب في الاهلي اصلا. بس هو الحمد لله انا كنت تاهلت بطولة العالم السنه اللي فاتت وعملت حاجات كويسه السنه اللي فاتت، فده خلى الاهلي يعمل معايا عقد السنه دي لمده 4 سنين، فالحمد لله مبسوط يعني. جميل. طب العاب القوه بحرها واسع قوي، انت بتلعب ايه تحديدا من الرياضه؟ دفع الجول اللي هي الكوره الحديثه. حلو. وبدايتك معاها جت ازاي؟ من حوالي 11 سنه مثلا، كنت بلعب في النادي الاهلي كوره عادي مع اصحابي وكده، ومدرب شافني كان عيد وقال لي تعالى جرب، وجربت. ومع الوقت ابتديت احب اللعبه، وابتديت احس ان هي يعني عايز ابقى فيها حاجه، مش مجرد ان انا بلعب حاجه وخلاص. فالدنيا كملت معايا والحمد لله، ربنا كرم بعد كده بطولة عالم ناشئين في نيجيريا. كانت مظبوط كده؟ نيجيريا دي كانت افريقيا، لكن بطولة عالم كانت في اوكرانيا. كانت ناشئين، وبعد كده بقى في حاجات كتير حصلت بعديها. طب ما نبدا كده ببطوله بطوله، ونتكلم عن بطوله افريقيا اللي كانت في نيجيريا بدايه. هي دي كانت اول مره اسافر بره مصر عموما في حياتي يعني. كانت اول بطوله وكان فيها توتر، بس الحمد لله يعني مع بدايه الماتش نسيت التوتر وكده، وقدرت اجيب ذهب. وكان ليها ذكرى خاصه. متوتر على الهوا برضه؟ لا لا خالص بجد. اول لقاء ليك ولا لا؟ لا كتير كتير كتير. جميل. طيب برضو عايزين نعرف منك يعني رؤيتك انت شخصيا لمساله الرياضه دي تحديدا، دفع الجول او رمي الجول، يعني الى اي درجه الابطال المصريين في هذه الرياضه نقدر نقارنهم بابطال العالم في هذه الرياضه، وخصوصا ان احنا بنشوف منافسات قويه جدا تحديدا في الدورات الاولمبيه، يعني دايما بيبقى فيه تركيز عالمي على الرياضات العاب القوى بشكل عام، وبنحس ان لا في بره عالم تاني خالص، فاحنا فين من العالم ده؟ هو يعني بالنسبه للاولمبياد بالذات يعني احنا لسه يعني اول سنه، ممكن الحمد لله مصطفى عمرو دمين يتاهل، وان شاء الله انا برضو يعني بنسبه كبيره متاهل بالرانك، وان شاء الله اتاهل برضو رسمي في شهر 12. قبل كده لا، كان مفيش حد بيتاهل خالص للاولمبياد، وكنا بعيد. احنا موجودين الحمد لله في افريقيا وفي العرب وفي بحر المتوسط وفي كل حاجه، لكن مع الاولمبياد كنا بعيد شويه. دلوقتي الارقام الحمد لله قربنا. ممكن نعمله بحيث نقرب؟ الحمد لله احنا قربنا، يعني احنا اوريدي قربنا السنه دي والسنه اللي فاتت قربنا، وشغالين ان احنا نقرب اكتر، ويعني ان شاء الله يعني موجودين حتى في فاينل الاولمبياد باذن الله يعني ان شاء الله. طيب كابتن محمد، خليني اروح معاك كده الملفات برضو يعني موجوده على الساحه الايام دي، وفكره بالذات العاب القوه والمنشطات اللي موجوده دي مشكله مش محليه، دي مشكله عالميه. ف يعني كلمنا عن النقطه دي، وكلمنا انت ازاي برضو بتحمي نفسك من فكره هنا المنشطات. هو الموضوع طبعا بيبقى صعب شويه في حاجه، ان هو يعني سواء جالي برد مثلا، جالي اي مشكله، لازم الدواء ده اسال عنه كتير جدا، واتاكد مليون في الميه ان هو ما فيهوش اي ماده حتى لو ماده صغيره جدا. ما يعني حتى سواء اكل بره البيت، سواء اي حاجه، كل ده بنحاول نمنعه. لما بتعب برد ولا كده مثلا، ممكن فيتامين سي كده، ما اقدرش اخد اي ادويه. وطبعا هو زي ما قلت حاجه كده يعني بكلمهم، هم بياكدوا مثلا لو في دواء معين وافقوا عليه باخده، وما فيهوش طاقه. يعني دايما بترجع. ما ينفعش اعمل حاجه من دماغي خالص يعني لو عملت. المسؤولين عن اجراء التحاليل مش المفروض ان هم ادرى الناس بان يعني في نسب معينه من
مواد قد تكون محظورة، بس نفس المواد دي بتكون موجودة في يعني أدوية تانية لعلاج برد مثلا زي ما أنت بتقول، ولا يعني هي بتبقى بالنسبة ولا مجرد وجود شبهة النوع ده تحديدا في الدم يبقى أنت خلاص خدت في مواد مستطر. مجرد ظهورها بيعمل مشكلة جامدة، مجرد ظهورها في مواد بقى بنسبة زي ما قلت كده، بس سواء نسب او مجرد ظهورها هم برضه بيقولوا لنا يعني انا ما اقدرش اعمل حاجه من دماغنا، ولا حتى انا ما اقدرش انا حتى اقدر افهم ان انا اقعد ادور في كل ماده وابص عليها وابص ان الشركه دي كويسه ولا لا. سواء برضه السبلمنت برضه يعني بنقعد نسال، وفي في شركات كتير طبعا بتخوف شويه مثلا لو عايزين مثلا يزودوا في المنتج يحطوا حاجات مش هم مش كاتبينها اصلا، فبنقعد نسال كتير جدا يعني حد متاكد 100% ان الدواء ده سليم ما فيهوش حاجه وناخده او المكمل يعني. طب هل دخلت قبل كده برضو يعني شاركت في بطولة كان في أحد اللاعبين واخد منشطات ووقفوه مثلا حصل له توقف عن اللعب فترة، يعني عايزين نعرف منه؟ في بعض البطولات بس طبعا بيبقى بعدها بشهرين، يعني مثلا بقى لعبت مثلا معاه النهاردة أول ما نتيجة تطلع ويتتبلغ وياخدوا القرار الرسمي بقى مثلا بإيقاف الدقيقة أو كده ساعتها بيبلغونا وممكن يسحبوا منه ميدالية، تبقى حصل كذا مره يعني. حصل بس مع روسيا مؤخرا واتسحبت منها ميداليتين، بس مش متاكد كان الكلام ده في رياضه العاب قوه ولا في رياضه ثانيه، بس اللي انت بتقوله بيحصل بالفعل. هو بيحصل في العاب قوه كتير جدا جدا ده يعني، حتى يعني ممكن بعد الحصول على ميداليات يتم سحب هذه الميداليات ممكن بعديها باربع سنين كمان، مش حتى بعديها بكام شهر، ان هو يعني في ناس مثلا بيعملوا ريتيست للعينه بتاعتهم بعد كام سنه يبقى ظهر فيها مواد جديده واخدين منهم الميداليه مثلا من 3 سنين، فهو الموضوع بيبقى بايخ جدا جدا الحقيقه هو بيبقى صعب. طب ما تشرح لنا يعني قوانين اللعبه اكتر، يعني احنا شفنا صور بس هي ممكن انا ما اعرفش كريم عارف عن اللعبه دي تحديدا ولا لا؟ دي رياضتي المفضله زي ما انت شايفه كده صح. يعني هي الاداه نفسها حوالي 7 كيلو 260 جرام، في دايره موجود فيها لوح ايقاف ومقطع عامل كده تقريبا يعني، المفروض ان انا ما اطلعش بره الدايره وانا برمي، وفي نفس الوقت الجول نفسها تقع جوه المقطع ده والمسافه الاكبر هو اللي بقى كسبان يعني. بس ايه السبيننج اللي بتعملوه ده؟ يعني ما شاء الله، يعني مثلا تلاقي برضو لعيب زي حالتك كده ويل بيلت زي ما بيقولوا وكتله عضليه، بس تلاقيه زي الفراشه في اللفه اللي بيلفها عشان بعديها يرمي هو هي اصلا هو في اثنين مش واحد بس، يعني في اللي هو الدوران عموما وفي حاجات اسمها زحف، بس هو الزحف دايما ما بقاش حد يقرب منه خالص، هو الدوران بقى ايه الزحف ده؟ اول مره اسمع عنه. هو شكله مش موجود طبعا دلوقتي، بس يعني هو يعني بيقف كده يمد ظهره للمقطع وبيزحف يرمي حاجه كده يعني. لكن ودي بتتلعب في الدورات الاولمبيه كمان؟ كله بيلعب، في ناس دي بطولات ميداليات قبل كده يعني. انا عاده اللي بتعرضه دايما هي بيبقى فيها السبيننج لفه وبعديها ده الاكتر دلوقتي يعني، لكن طبعا في ناس معينه بتلاقيهم بيلعبوا التكنيك ده يعني. وفي تختلف بقى، في ناس مثلا طوال جدا بيبقى السرعه عندهم مش عاليه قوي، في ناس قصيرين شويه بسرعه جدا، تختلف من كل واحد والتاني، كل واحد ليه ميزته اكيد. انا لسه كنت هسالك على المواصفات البدنيه، يعني هل مثلا لازم وزن معين، شكل كتله عضليه معينه، ولا الموضوع ملوش علاقه؟ لا ملوش علاقه، هو فعلا يعني بطل العالم السنه دي هو قصير جدا اساسا وسريع جدا، يعني هو سريع جدا وعنده قوه رهيبه يعني. في مدار السنين تختلف، في مره طويل ولا مره قصير، لكن هو والاوزان ما فيش مشكله فيها، حد رفيع إيه؟ يعني حد مليان رفيع صعب شويه صعب شويه يا خساره يا كريم. كنت ناوي اتالق في الرياضه دي. طب انت عموما التدريب لهذه الرياضه، لو انت من الناس يعني عشان لو حد بيتفرج علينا من الناس اللي حابه الرياضه دي وحابين ان هم يمارسوها بشكل احترافي، تدريباتها بتكون عامله ازاي والاستعدادات قبل البطوله بتكون عامله ازاي؟ هي صعبه جدا يعني عموما، يعني احنا مثلا فتره الاعداد مثلا بتقعد لها مثلا حوالي شهرين ثلاثه، بيبقى بتمرن الصبح وبعد الظهر الاسبوع كله مش بنريح خالص، يعني مرتين في اليوم يعني حوالي تقريبا 7 ساعات في اليوم مثلا. والثمانيه دول بيبقوا كلهم رمي جله بشكل صريح؟ لا طبعا، ولا في فيها حديد في يعني رفع اثقال، في جري، في وزن، في فيتنس، في حاجات طبعا للريكفري كمان. لا في يعني بنعمل حاجات كتير جدا. بتتكثف قبل البطولات ولا برضو بتكونوا ماشيين بنفس الوتيره؟ يعني هي بتبقى الاعداد بيبقى قوي جدا، وقبل الماتشات دي بتبقى اريح فتره لينا يعني، بنبقى مركزين بس في الرمي او التكنيك عموما، مش مركزين في اي حاجه ثانيه، لكن هو فتره الاعداد هي اللي بتبقى صعبه اللي احنا فيها دلوقتي يعني. بيحصل اصابات طيب يا محمد ولا لا؟ يعني احكي لنا كده اصابات انت حصلت يعني. الحمد لله مفيش اصابات جامده قوي يعني، بقى مثلا ممكن شد يعني اخرها بيبقى مزق، لكن مفيش الحاجات اللي هي تبقى صليبي والحاجات دي، تبقى الحمد لله بعيده عننا قوي يعني. بس طبعا بيبقى هي مش كده في الميعاد يعني، ممكن ساعات تحصل قبل ماتش مهم ولا اي حاجه بقى واحد متضايق كده، لكن
فيش رياضه خاليه من الاصابات يعني. صح عادي. صح. انت لفتره في الاول لعبت مع في النادي الاهلي كره قدم وبعد كده كان يعني هزار مع اصحابي مش قوي يعني ما لعبتش قوي نقدر نقول. لا كنت يعني بسالك السؤال ده على سبيل ان احنا نعرف منك رؤيتك للالعاب الفرديه بالمقارنه بالالعاب الجماعيه من حيث المتعه ومن حيث التركيز اكتر وان انت بتبقى متحمل لوحدك بالكامل مسؤوليه الشيء اللي انت بتعمله في حاله اللعبه الفرديه. هو زي ما حضرتك قلت هو فعلا يعني هو واحد بيتحمل كل حاجه وكمان لما بيحصل انجاز بيبقى الظهور اكتر يعني اللعب الفردي يعني بقى اسمه ظاهر اكتر من الالعاب الجماعيه. انا بالنسبه لي بحس ان هي امتع من الالعاب الجماعيه بكتير. كواحد يلعب باسمه يبقى هو اللي ظاهر وهو اللي شكله باين وهو مستواه حلو هيبان مستواه وحش هيبان ممكن هو يبقى مستواه حلو واللي جنبه مستواه وحش. فطبعا يعني عشان الالعاب الفرديه طبعا امتع بالنسبه لي مش بالنسبه للتانيين. طيب كابتن محمد انت نورتنا بجد والله وكل التوفيق ليك ان شاء الله باذن الله. بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نشوفك راجع لنا من دوره طوكيو باذن الله. باذن الله ان شاء الله بميداليات واول قناه هتستضيفك لان احنا مع بعض. طيب قبل الفاصل بس عايز اقول لحضراتكم حاجتين سريعا جدا. الحاجه الاولى ان احنا على اللايف ستريم في اي حد في الشغل اي حد عشان ناس كتيره بتبعت تقول ايه يا جماعه احنا بنبقى في الشغل من الساعه 10 او قبل كده فطب الحل ايه طب في اعاده. هو حضرتك دلوقتي ممكن وانت بتشتغل يعني لو في بريك تتفرج علينا على اللايف ستريم بتاعنا دي حاجه. الحاجه الثانيه بفكر حضراتكم مره ثانيه بفقره السوشيال ميديا والسؤال بتاع النهارده ايه راي حضراتكم في فريق الاهلي تحت قياده موسيماني من كل الزوايا. وطبعا السؤال مطروح على السوشيال ميديا خلي اجاباتكم بقى هنا على الصفحه بتاعتنا علشان نقدر نحصرهم بشكل اسرع يعني. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. الفقرة دي هنتكلم فيها عن المواهب الصاعدة بس داخل النادي الأهلي اللي موجودة يعني موجودة كل يوم تقريبا وبتتولد كل يوم في خلال الاحتفاليات بنشوفها وفي الفعاليات المختلفة اللي النادي بيعملها بنشوفها. هي الضيفة اللي معانا نشأت كمان على حبها الكبير للنادي الأهلي وتاريخه إنجازاته وانتصاراته الجميلة اللي معانا المطربة الصاعدة أمل أحمد. صباح الخير يا أمل. صباح النور. صباح الفل عليكي ومنورانا. بصي يا أمل أنا شخصيا بعد ما عرفت إن أنت برغم سنك الصغيرة دي ان انت متخصصة يعني بشكل كبير في الاغاني الترابية بتاعت زمان وانا راجل عظمة كبيرة وبحب اغاني زمان وبعد ما عرفت ان انت كمان بالاغاني دي بتكسري الدنيا بكل يعني في كل احتفاليات النادي الاهلي وكان اخرها حتى احتفال بالمولد النبوي الشريف. فانا شخصيا مش هسألك كتير قد ما انا عايز اتسلطن بقى من خلال وجودك معانا النهاردة واسيب الاسئلة النهوانة او على الاقل كمل اكبر كده. بس ادينا كده يعني معلومات عنك الاول يا امل وقصه بقى بدايتك ومشاركتك في الاحتفاليات المختلفه اللي النادي بيقوم بيها وبعدين نسمعك. تمام. انا كنت الاول بغني في حفلات المدرسه وبالبيت وبابا وماما اكتشفوني وحبوا ينموا معايا الموضوع بشكل اكاديمي شويه وودوني كليه تربيه موسيقيه خدت كورسات وبعد كده رحت الاوبرا ومن هنا بقى ابتديت اطلع المسرح واحتك بالجمهور وتعلمت حاجات كثيره قوي في التجربه دي. وفرصه بقى الاحتفاليات بتاعه النادي ازاي شاركت فيها يعني؟ انا كنت قاعده مع ماما واصحابها وبالصدفه تعرفنا على استاذه انهار انديل وهي عرفت ان انا بغني وطلبت مني ان انا اسمعها حاجه وسمعتها اغنيه عجبها صوتي جدا وقالت صوتك حلو واهتم بموهبتك عشان النادي يسمعش موهبة بس. وبعد كده طلبت مني اروح معاهم ايفنت في الجزيره رحت وبعد كده الناس كانت مبسوطه وكانوا عايزين تاني فرحت في الشيخ زايد وفي مدينه نصر وبعد كده بعديها بفتره طلبت مني ان انا اجي في احتفاليه مولد النبي وانتصارات 6 اكتوبر في النادي
وطبعا لما هم عرفوا قالوا ان النادي يقوم روح ننفذ على طول يا سيدي. بس بقى رحت بقى والناس كانت مبسوطه جدا وكانوا متفاعلين معايا جدا. احنا عرضنا هنا الاحتفاليه زي ما كريم قال وفعلا كانت جميله وناس كتير جدا يعني كانوا موجودين. بس ممكن اسالك مين في السلسله ده؟ ده جده الله يرحمه. جدك ماشي. خلينا نسال، انا ليه السؤال ده حشريه جدا، خلينا نسال في حاجه تلفت نظري. خلينا نسمع بقى كده المنطقه الثانيه طبعا نسمع. على خشبه اي مسرح في الدنيا كوم والوقوف على خشبة الأوبرا أو مسرح الأوبرا المصرية طبعا. أكيد لي وضع تاني ودي خصوصية شديدة وخصوصا في السن المبكرة دي. أيوة. فأول مرة خالص وقفت فيها على خشبة مسرح الأوبرا كانت عاملة إزاي؟ كنت خايفة جدا في الأول طبعا. بعد كده بقى لما طلعت ومرة واثنين وبعد كده خلاص بقى مقيتش خايفة، مشي الحال بعد كده. الموضوع بالنسبة لي مبسوطة وعايزة أطلع تاني. ده كان إيه؟ عندك كم سنة سوري كده؟ أنا كنت بغني وأنا صغيرة خالص، وبابا وماما لما بدوا يناموا معايا الموضوع كان عندي 10 سنين. لا على الاوبرا اقصد. اه انا عندي 10 سنين ابتديت اتدرب وانا عندي 10 سنين. برضه ليها رهبه كبيره جدا وسن صغيره بالشكل ده. طيب الجديد بالذكر يا حضرات ان احنا اثناء الفاصل قبل ما نرجع مع حضراتكم على الهواء مباشره كنا بنعمل كده تيست للمايك مع امل وجت خبطانه حته من كانت ايه بقى؟ يعز من عين؟ صح كده؟ ايه رايك نسمعها بقى منك دلوقتي؟ ماشي. يعز من عيني قلبي لقلبك مال، يعز من عيني قلبي لقلبك مال، شريك وشاريني وش يعملوا العزال، يعز من عيني يعز من عيني. دي الاستفتاح يعني لسه جايين لك بالكلام. اه طبعا لسه كتير طبعًا. لا بس برافو عليك يا امل، انت صغيره بس صوتك يعني جميل ومقام كبير خلينا نقول. طيب على المستوى بقى الاخر الدراسه، لان مهم برضو نعرف انت اصلا في لسه في مدرسه كده صح؟ اه ثالثه اعدادي. ثالثه يا صغيره قوي. طب وايه ازاي بقى دلوقتي المدارس بتهيألي من البيت صح؟ اه بس انا بقدر اوفر وقت بين ده وده، بفصل وبعرف ان انا اواظب على ده وعلى ده. وطبعا استاذه انهار قنديل دايما بتسالني على الدراسه ودايما تقول لي اهتمي بالدراسه، يعني بتشجعني جدا على الموضوع ده. حلو جدا. مين تاني كان يعني من الناس اللي بيدعموكي في مساله الغنى وان انت تكملي فيه وان انت تركزي فيه؟ طبعا عيلتي كلها وبابا وماما والدكاتره بتوعي كلهم. ايه جميل جميل. طيب قولي لنا بقى، مش عايزين نقعد نسال والله، عايزين نسمع اكتر يعني. انت بقى النظريه لان وهذا اللي بقول. طيب حضر لنا ايه تاني او انت حابه تسمعي ايه تاني؟ استني يا امل، استني عندك عشان انا نما الى علمي ان ضمن الاغاني اللي انت بتغنيها دايما بسلطنه هوا يا هوا، الكلام ده حقيقي؟ اه طبعا. بس نثبت ده بشكل عملي قدام كل اللي بيتفرجوا عليه. من الاغاني الجميله. هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي، خد له يا هوا وياك رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيبي، وحشاني عيني وخايفة عليه، وحشاني عيني وخايفة عليه، خد له يا هوا الشمس وتعب الشمس عن حبيبي، اللي مسافر ده حبيبي، وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 ياللي رايح لحبيبي، خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما وصل لحبيبي، وصلني حاسب خدني معاك ان كنت مروح دغري هتوصل بدر ديار حبيبي، اللي مسافر ده حبيبي. يا سلام يا سلام. لا بجد ما شاء الله والله مش بنجملك، يعني في ناس ممكن حد يستضيفهم يبقى صوتهم مش قوي بس بجد انت ما شاء الله حقيقي. عايزه تبقي مطربه بقى يعني؟ يعني ده الطموح بتاعك خلاص، انت عايز تكملي في المسيح. هتدرسي اكتر ولا هتعملي ايه؟ اه طبعا هدرس اكتر وهنمي موهبتي دي اكتر، وعايز ابقى مطربه وحاجه تانية بجانب الدراسه، يعني عايزه مطربه وحاجه في الدراسه يعني. طب ليه مش مطربه بس؟
لا عشان الموضوع ده مش حاجه اساسيه يعني، انا دي حاجه هوايه بالنسبه لي، وانا عايزه ابقى حاجه كبيره في الدراسه وحاجه كبيره في الغنى برضه. بس خلي بالك لما تكبري لازم الاحتراف يبقى التركيز. طبعا. قصدي بس انت هتعوزي تغني القديم الحاجات الكلاسيك، ولا يعني عايزه تاخدي برضو اللي خلي بالك الحاجات دي ممكن تكوني بتغنيها دلوقتي بس قدام لما تكبري مش هي دي ممكن اللي تبقى، فاهم قصدي، اللي تبقى دارجه. انا عن نفسي سعيد بان هي مركزه. أيوة مبدئيا طبعا دلوقتي انا فاهم، ما تيش في جو المهرجانات في الحاجات دي لا لا لا، هو الاغاني دي اللي انا بغنيها يعني. تخيل بتون الصوت ده تغني حاجه مهرجان، تعرفي؟ لا يعني مش بحفظ حاجات مهرجانات خالص هي تركيزها في الحاجات الطربيه الحلوه بتاعه زمان. بس بحفظ حاجات جديده يعني زي اغاني حسين الجسمي والاغاني الجديده اللي لسه نازله. طب ما تغني لنا اخر اغنيه ليه دي جميله. يلا يلا يا امل. حبيبي بالبنط العريض غالي واقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا بك مريض، اتاري كل ما احب فيك بدمنك وبقيت مزاج، اتلحق بقى دي في ايديك ما انت في لقاك العلاج، لقيت الطبطبة وقوة لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد، لقيت الطبطبة وقوة لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد. حسها اغنيه اهلاويه. طبعا عشان فيها كهرباء يا استاذ، فيها كهرباء يا استاذ. شفت الملاحظه؟ الله. طب نتكلم عن الاهلي بقى، يعني نتكلم عن برضو فكره ان انا عارفه يعني جات لي معلومات بتحبي الاهلي جدا ومن صغرك، مع انك صغير بس من صغرك اكتر، وعيلتك برضو يعني من عشاق النادي الاهلي، فكلمينا عن الربط ده وفكره برضو ان انت عايزه تظهري اكتر في المهرجانات والاحتفاليات وبتبقي حريصه انك تبقي موجوده اللي بيقيمها النادي الاهلي. هو اولا انا برضو بحب الاهلي جدا وانا من عشاقه وانا صغيره خالص، ودايما بحب اتفرج على الماتشات بتاعته، واهلي هم يعني هم اللي شجعوني على كده اصلا يعني، انا كبرت لقيت ماما اهلاويه وبابا اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه، فدي حاجه مشرفه جدا ليا ان انا ابقى من جمهور الاهلي اصلا. شايفين لك شطات اهو من احتفالات النادي الاهلي. الحفله الاخيره مولد النبوي الشريف. يعني طب انت طالما بتحبي الاهلي للدرجه دي ما فكرتيش ليه تمارسي احدى الرياضات اللي الاهلي متفوق فيها؟ يعني مش عارفه، بس هو انا كمله في الغنى على طول يعني، فكرت اروح في حاجه ثانيه. طب بتكتبي اغاني ولا بس بتغني؟ لا بغني بس. طيب ومين اكتر ناس بتحبي تسمعيهم، الناس اللي بيطربوك انت شخصيا؟ انا بحب اسمع كل الناس يعني، كل مغني فيه حاجه مميزه بتعجبني فيه، مفيش حد معين بحب فيه حاجه قوي بس يعني. اوكي طيب خد بقى، عايزين نقول ان احنا معانا مكالمه تهمك. يلا. طيب احنا معانا الاستاذه انجي محمد، هي والده امل. استاذه انجي صباح الخير عليكي في البدايه. صباح النور عليكم كلكم. اهلا بيك. وبنبدا من الاهلي، وكنا بنسال امل يعني سر حبها للاهلي، فهي كانت بتتكلم ان العيله عندها كلها اهلاويه يعني، هي اكبر عن جد بيعشقوا الاهلي، فخلينا نبدا من هنا وبعدين اخش بقى على موهبه امل الجميله جدا رغم صغر سنها، لكن بجد الصوت اكتر من رائع، وهي حريصه دايما ان هي تكون موجوده في احتفاليات نادي الاهلي بتشجيع كمان من حضرتك. اتفضلي يا استاذه انجي. هي احنا كده العيله كلها اهلاويه، كلنا بلا استثناء يعني، كلنا بنعشق الاهلي يعني، النادي اللعيبه كل حاجه في النادي بنحبها يعني. امولة بقى كمان بتحب يعني، كانت تحب تسمع قوي كمان من باباها قصص في اللعيبه في النادي، وكل واحد قد ايه تعب في اللعب في، والماتش ده كان فيه ايه يعني، فهي تحب تسمع قوي القصص دي، فهي كبرت على حب النادي لدرجه ان هي كانت بتروح مع يعني الماتش مع باباها، وتفضل تغني من ثالثه شمال وحاجات كده يعني، اللي هو حاجات الغنى الالفت بتاعنا يعني. جميل. طيب احساس حضرتك مدام انجي طبعا بعد صباح الفل على حضرتك، احساسك ايه وانت شايفه بنوتك؟ صباح الفل يا فندم. شايفه بنوتك الجميله ما شاء الله بتتالق يعني في كل احتفاليات النادي الاهلي، وبتتالق على خشبه مسرح الاوبرا المصريه بكل ما فيها من عراقه وتاريخ، احساس الام بيكون عامل ازاي بقى؟
والله يعني هو بجد انا ببقى مبسوطه قوي وفرحانه قوي، بحس ان التعب اللي بنتعبه معاها يعني بيجي بنتيجه، بيجي بحاجه كويسه. هي موهبه حلوه، مش عشان خاطر بنت انا شهادتي فيها مجروحه طبعا، دي حقيقه فعلا، بس هي بتتعب كتير في تدريباتها في بروفاتها، فالحمد لله. وانتوا بتتعبوا معاها ازاي يا مدام انجي؟ بتتعبوا معاها يعني في ايه؟ بنوديها طبعا، هي في دار الاوبرا المصريه طبعا، بتروح هناك تدريبها طبعا، الحفلات بيبقى فيها بروفات كتير اكيد يعني كلكم عارفين الموضوع، الحفله ما بتكونش حفله بيبقى فيه بروفات كتير قوي. فانا وباباها بصراحه يعني بنتعب معاها قوي قوي، بس احنا عارفين ان ده كله هيجي بنتيجه هايله يعني، ربنا يفرحكم بيها كمان وكمان يا رب يا مدام انجي ان شاء الله. جدا تسلم، ربنا يخليك، نورتينا وشرفتينا. عايزه تقولي حاجه لماما مبسوطه؟ مزنوقه معانا على الهواء، طلب فرصة. على الهواء، الهواء زيادة ده زياده مصروف اجازات يعني، شوفي انت عايزه ايه من ماما وهي معانا على الهواء؟ زياده مصروف. ماشي خلاص يا فندم، توعدينا بالنقطه دي يا فندم عشان ده شيء هيشجع امل الفتره الجايه. عينيا تسلم عليك، نورت الدنيا يا فندم، اهلا بحضرتك، صباح الفل عليك. اتفضل. امل من الاغاني اللي بحبها جدا واللي عرفت برضو انت بتحبي تغنيها تمر حنا. فلو تسمعينا بليز. يا تمر حنة يا تمر حنة، خليتي بينا وبعدتي عنا. يا تمر حنة يا تمر حنة، خليتي بينا وبعدتي عنا. الورد كله كسل جناين، وش معنى انتي انتي اللي شردة منا. الورد كله كله كسل جناين، وش معنى انتي انتي اللي شردة منا. يا تمر حنا يا تمر حنا، بالليل بنسال وبالنهار عشان نبلغ شو الأحبة، وطلع عليهم الانتظار، ولا فيش في قلبك ريحة المحبة. بالليل بنسأل وبالنهار عشان نبلغ شو الأحبة، وطلع عليهم الانتظار، ولا فيش في قلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامرنا ونفض سامرنا. الورد كله كسل جناين، وش معنى انتي انتي اللي شردة منا. الورد كله كله كسل جناين، وش معنى انتي انتي اللي شردة منا. يا تمر حنا يا تمر حنا. وانا اللي كنت فاكره صوتي حلو. الله الله. طب انت بتحبي الاغنيه دي عشان صوت فايزة احمد ولا عشان بتتغنى الرشدي اباظه؟ والله يا كريم ده سؤال كويس جدا. شفتي بقى ازاي؟ عايزين بقى نختم معاكي باغنيه من الاغاني الجميله اللي انت بتتالقي دايما في غناها، تعرف بيبو. صح. ونتوجه بيها الكابتن محمود الخطيب وكل محبي وعشاق كابتن بيبو. بصي هنختم على الاغنيه دي وهنطلع مع حضراتكم بعدها فاصل، بس قبل ما نختم عندي حاجه صغيره جدا عايز اسالك عنها. هتقدمي في حاجه زي البرامج اللي هي بتاعه السباقات والحاجات اللي زي كده ولا لا؟ غير ذكر اسمها اصلا مقدمه في مسابقه نجم عرب فلسطين. دي مسابقه لاحياء التراث الفلسطيني وهتقام في تونس ان شاء الله. طيب تمام. تعرف بيب. يلا بيب. بس عايزه اقول حاجه بس قبل ما اختم. اتفضل. انا عايزه اشكر استاذه انهار انديل على تشجيعها ليا، وان هي مامتي احنا اللي عايزين نشكرها بجد يعني شكر واجب، لان اظهرت لنا حضرتك بجد يعني نموذج جميل وموهبه رائعه، وانا بتوقع لك اعتقد انا وكريم ان شاء الله يعني مستقبل جميل باذن الله يا امل. يعني هي دايما بتشجعني وهي مامتي الثانيه بتشجعني في كل حاجه، وعايزه اشكر استاذ وليد مبروك واشكر المدير التنفيذي استاذ محمد مرجان.
تمام. وتشكري مامتك برضه. اه طبعا ماما وبابا بقى كلهم يعني. تعرف بيبو كنا في مصر نحب الجون، هو اللي يجيبه صورته في ايدنا وعالم النادي مش بنسيبه، ماتش كوتوكو ولا الكعب جناتو اتحسوا اخوكو، اخلاق موهبه غير مسبوقه، فاكر لما اعتذر الكوره حصل لنا ايه؟ زي اللي بيتاخد منه اخوه حبيبه، ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي، لما كتبوا هي المجموعه تاريخ مش عادي، عدوا كؤوس الاهلي ويلا افتحوا دواليبه تعرفوا بيبو، لما ولاد الأهلي ضحوا شوفوا ترتيبه تعرفوا بيبو. جميل. الأول كان دور ممتاز جدا يعني، مفيش ولا هزيمة. كملنا الدور الثاني بعد الكورونا، كان في اختلاف في طريقة اللعب، كان في مشاكل في اللعيبة في الإصابات، بس الاهلي برضه حقق رقم قياسي 28 انتصار. الاداء مع موسيماني اختلف، كان في اصرار جامد على اساس ان احنا البطوله ديت ما تخرجش من النادي الاهلي. اداء رائع، فريق رائع، واتقدم بالتهنئه للخطيب حبيبي بيبو واقول له مبروك الاهلي 3 اجوان فله. هو احنا ان شاء الله السنه دي حققنا اقوى خط دفاع واقوى خط هجوم، وربنا وفقنا ان شاء الله اللي احنا حصلنا على الدوري السنه ال 42 ده الموسم ال 42، وبنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. الموسم ده من احسن مواسم اللي اداها النادي الاهلي. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت طبعا المستوى متغير تماما، المدير الفني على اعلى مستوى، اللعيبه فاهمه بعض دلوقتي جدا، يعني حابين بعض، وده باين في الملعب جدا، الاداء متناسق جدا يعني في الملعب، بيقربوا من بعض. هو بصراحه كان موسم استثنائي للنادي الاهلي السنه دي، والموسم كان طويل جدا بسبب ظروف كورونا، والاهلي بصراحه الاداء كان كويس جدا في الدور الاولاني برضه، بس بعد ازمه كورونا وكده الاداء اهتز شويه بسبب ازمه كورونا وكده، بس رجع بعد كده الاداء بعد المدرب الجديد جه بدا يتحسن جدا، والمستوى اللعيبه كلها بقى بارتفاع. والله الفريق في الموسم دوت كان بيأدي بشكل متوازن في الدفاع والهجوم، وحاجة يعني ممتعة ومفرحة بالنسبة لفريق النادي الأهلي. بشكرهم كلهم على المجهود اللي عملوه، كان مجهود جبار ورفعوا من راسنا، وما أقدرش أقول لهم ألف 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 شكر، حتى بتوع حتى اللي كانوا في الاحتياط. بنقول لهم شكرا طبعا على المجهود اللي بذلته للموسم، وشكرا بطولة الدوري، ومستنيين منكم بطولة افريقيا. المشوار لسه يعني ما خلصش، احنا مش بس عايزين بطولة الدوري منكم، لا احنا مستنيين الكاس ومستنيين بطولة افريقيا، وده اللي عودتوا عليه النادي الاهلي يعني وجماهير النادي الاهلي. هقول لهم احنا متعودين عليكم رجاله، فعايزينكم تفضلوا رجاله لحد ما ناخد البطوله ان شاء الله، ناخد افريقيا عشان هو ده اللي احنا مستنيينه. الدوري بالنسبه لنا عادي، احنا بناخده كل سنه، اهم حاجه. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. سؤال السوشيال ميديا اللي سالناه النهارده في بدايه حلقتنا هو ايه رايك او ايه تقييمك لاداء النادي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني، والحقيقه وصلت لنا تعليقات كتير جدا جدا بتتراوح ما بين الاستحسان، وطبعا ده شيء ملحوظ او قاسم مشترك بين كتير من التعليقات، والبعض من حضراتكم كان عنده شيء من الترقب، وجاءت التعليقات كالاتي. نبدا معايا ماشي. عبد الرحمن مصطفى علي بيقول اداء حلو خصوصا في لعيبه فائت جدا، انا اتفق معاك. حماده جلال حواس بيقول بصراحه بقى ممتع، وعوده الاهلي للعب كوره اللي بتخليك تتمتع مزيكا.
كامل للعب الكوره يعني. محمد كامل بيقول مدرب محترم ذو خبره وكفاءه عاليه استطاع في فتره قصيره جدا اعاده الثقه لعدد كبير من اللاعبين وعلى راسهم أفشا وأجايه وكهربا، استطاع اعاده المتعه للجماهير من خلال الاداء العالي والنتائج الايجابيه باكثر من هدف في معظم المباريات. التوفيق يلازمه دائما وهذا ليس لانه محظوظ ولكن باخلاصه وتعبه في التدريبات مع اللاعبين. اخيرا اتمنى التتويج بالبطوله لاسعاد ملايين الاهلاويه داخل وخارج مصر. وتامر ابراهيم بيقول بسم الله ما شاء الله اداء متميز جدا وبنحب نشكر الاسطوره بيبو لان هو اللي اختاره. وانا ممكن اقول بس حاجه قبل ما نكمل، قولي. انا مبسوطه جدا من التفاعل والله العظيم بجد، جمهور اكثر من رائع بجد يعني عايزه اقول لكم برضه ده جزء كم من الناس المتفاعله. صحيح. انا بحب جمهور الاهلي والله العظيم، تحس عيله كده جدا. خلينا نروح لاحمد السيد، صباح الخير على كل الاهلاويه، اداء الاهلي روعه ما شاء الله مع موسيماني، مدرب كبير عنده فكر وده واضح على لعيبه الاهلي، نتمنى التوفيق في نهائي افريقيا وتكون البطوله اهلاويه باذن الله. احمد ابو ياره، اداء جميل بس لسه ما نقدرش نحكم عليه الا بعد افريقيا وده اللي هيحدد اكيد، مع تمنياتي التوفيق للنادي الاهلي. كلام برضو محترم. معاذ حمدي الازهري بيقول اداء رائع جدا جدا، خصوصا مساله الدفاع اللي كان بيعاني منها الفريق في غياب سعد وربيعه للاصابه، وكمان شكل الهجوم ووسط الملعب بصراحه شيء مشرف، وختم رسالته بافريقيا يا اهلي. مصطفى محمود بيقول اداء ممتاز جدا جدا وشكل الفريق دلوقتي حلو والصفقات الجديده هتعمل شغل وفي لعيبه هيبقوا في حته ثانيه خالص. وبالتوفيق لموسيماني وافريقيا. صح. واضح فعلا قصه هنا اللعيبه. محمود رمضان صباح الخير، رايي في موسيماني انه مدرب طموح عاوز يعمل تاريخ لنفسه، وده ظاهر في طريقه لعبه، الطريقه الجماعيه وكمان طريقه معاملته مع اللعيبه، واللي بيعامل كل لاعب بالطريقه اللي تناسبه بيعامل ايه؟ بعامل نفسي يمكن قصده اقصد، وكمان عارف حجم الاهلي وتاريخ الاهلي وانا بصراحه متفائل بيه. احمد ناصر بقى بيحلل كده، نسمع التحليل اللي جاي ده، بيقول اداء مقنع وجيد ولسه فيه افضل ان شاء الله. الميزه في المدرب ده انه قدر يخلي أفشة يرجع لجزء كبير من مستواه، كمان قدر يظبط الدفاع اكتر بين ياسر وايمن ويوظف اكتر من لاعب في اكتر من مركز، زي العربي بدر مثلا وظفه باك يمين وقدر يؤدي كويس في المركز ده، وكمان خلى الفريق يلعب كوره على الارض مش كور طويله بحيث ان الفريق ما يفقدش الكوره كتير، وعمل لا مركزيه في الاداء خصوصا بين الشحات وأفشة واجايه وكهربا، بنشوفهم الشحات بيلعب يمين وشمال وكهربا برضو اجايه ممكن تلاقيه داخل في العمق. انت على فكره بتحلل قوي ها. الشباب كمان خدوا فرصه كويسه زي فخري وشادي ودول مستقبل للاهلي، ده كلام سليم. اجمالا الاداء جيد جدا، اتمنى يوصل لدرجه الامتياز وان شاء الله بطوله افريقيا في الجزيره. عبد الله اشرف بيقول الحمد لله بقى لينا شكل وشخصيه ما شفناهاش بقالنا كتير وشراسه هجوميه ونفسيا مرتاحين. احمد خالد بيقول اداء جميل بس لسه كمان لما خط الدفاع يرجع هتشوفوا شكل تاني خالص افريقيا يا اهلي. ميدو لا قبل ميدو، محمد شعبان اداء اكتر من رائع وبناء الهجمه بطريقه مثاليه، ميدو اداء جميل من مدرب اجمل، احمد فهمي حتى الان الاداء رائع وفكر جيد وجيد جدا، يتعامل مع اللاعبين نفسيا باحتراف، لاحظت ان جميع اللاعبين مرتاحين وحابين المدرب. على فكره دي نقطه مهمه جدا يا كريم. طبعا. الناس كلها ملاحظه ان اللعيبه نفسيتهم اختلفت. صحيح. انت بتتكلم ان اللاعب بيلعب في مكانه الصح وفي نفس الوقت بيلعب بنفسيه افضل بكتير، وده بيفرق او بينعكس على الاداء. ويمكن زي ما قالوا أفشة من اكتر اللعيبه اللي ظهر ده عليهم فعلا. محمود عبدين بقى عنده شويه يعني ايه، هو قاعد مستني يعني ايه لابد في الذره ومستني يشوف ايه اللي هيحصل افريقيا، بيقول مش هنقدر نقرر غير بعد النهائي ان شاء الله. طارق عمرو بيقول اداء ممتاز ينقصه بعض اللعيبه التي تجيد مراكزها، وعبد الله علي بيقول اداء مميز وطريقه لعب جديده ومع الوقت الفريق يقدر يفوز بكل البطولات، وبرده ختم رسالته بافريقيا يا اهلي. طارق الفريق بادئ بشكل ممتاز، بيلعب المضمون، مفيش استهتار في تركيز اكتر من الاول، ان شاء الله القادم افضل باذن الله. في حين ان اموله قالت الحمد لله بقينا بنلعب كوره هجوميه وبقينا بنستمتع باللعب، هو حاجه ثانيه خالص ما شاء الله، فكرنا شويه بايام جوزيه ويا رب يفضل كده على طول ونكسب بطوله افريقيا، اللهم امين، وصباحكم كله تفاؤل ونصر. محمد جاد، هنحكم على الاداء بعد بطوله قاريه، يا رب يبقى امتياز. واحمد عادل، اداء محتاج بطوله افريقيا باذن الله. صبري طه بيقول اول مره هقول رايي في مدير فني الصراحه مختلف، برافو كابتن بيبو. وشريف نصار بيقول روعه وان شاء الله افريقيا في الجزيره.
عبد الحميد متولي، صباح الورد والياسمين على الناس الحلوين، نهاوند الجميله ومتالق كريم. ايه ده، شعر ده ولا ايه يا جماعه؟ سيدي انا يا ويا سيدي رب أنا. دايما موفقين. واحنا لحضرتك ممنونين والله العظيم، ولذوقك واخلاقك شاكرين. اتفضلي اتفضلي. يا رب بس الكلام جنب بعضه، الكلام جنب بعضه. صح حلوه. بالنسبه لرايي في باتشو موسيماني، مدرب فاهم مبتسم وروحه حلوه، الاهلي معاه متقدم دايما والاهلي صانع النجوم. اتمنى من باتشو الحفاظ على هذا التقدم، وتحياتي لكم جميعا والقائمين على هذا البرنامج الناجح. اشكرك جدا على كلامك الحلو بجد. اسلام صلاح بيقول عظيم وممتع والقادم احسن باذن الله، وتعامله النفسي مع اللعيبه برضو نفس النقطه اللي انت وقفتي عندها، تعامله النفسي مع اللعيبه مشجعهم ومحسن مستواهم، ومثال على ده تحسن مستوى هاني ومروان وقفشه، وختم بهاشتاج 10 الصبح في الاهلي. يعني ده كده جزء، ومعايا جزء تاني على التليفون نقرا ولا ايه؟ لا انا مش عايزه حد يزعل. انا مش عايزه حد يزعل والله بجد، الناس كتير بتبقى بتقول احنا بنبعت وما بتقروش، بس يعني الوقت بيبقى ضيق. بس انا مبسوطه، هرجع اقول لحضراتكم تاني بجد، شيء محترم جدا يبقى في تواصل بهذا الشكل، ونبقى الناس كمان عايزه ان هي توصل صوتها، واحنا دايما حريصين على ده، ان يبقى في عارف يا كريم كده همزه وصل، مش برنامج طالعين نتكلم وخلاص، احنا حابين انتوا تقولوا لنا ارائكم. علشان كده انا وكريم دايما برده في فقره سوشيال ميديا كذا مره قلنا قولوا لنا مقترحاتكم، قولوا لنا عايزين تشوفوا مين معانا في البرنامج، على قد ما نقدر طبعا هنحاول ان احنا نجيب الضيوف اللي انتم بتختاروهم، كمان الفقرات اللي انتم عايزين تشوفوها خليكم جزء معانا كده في الافكار، انتم حابين ايه في البرنامج ده يتعرض يعني مالي النهارده. لا بس بقى بتحصل. لا 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 بتحصل، كل دي رفايع وما تاخديش في بالك، كملي عادي جدا. طيب احنا عايزين نقول لحضراتكم طبعا ان التعليقات زي ما وضحنا اكتر من كده بكتير جدا، احنا جايبين لكم مجرد عينه بسيطه جدا لا تذكر الحقيقه، ولكن الشيء اللطيف ان في حاله من الاستحسان العام لأداء النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني. وخلي بالك من تفصيلة الجمهور لما يبقى مبسوط، يعني دي الرضا بتاع الجمهور ده يعني بيبقى شيء عظيم، أجواء كده من الرضا زي ما انت بتقولي، أجواء عامة، ودي حاجة بتبقى مطمئنة جدا لكل محبي وكل عشاق النادي الأهلي. طبعا إن شاء الله إن شاء الله كلنا بنتطلع لإفريقيا وبنتطلع للمزيد من النجاحات والمزيد من البطولات تحت قيادة موسيماني، اللي بيتمتع إلى جانب طبعا إمكانياته وامتلاكه لأدواته بيتمتع كمان بكاريزما لطيفة جدا. صح، راجل مبتسم على طول، تحسيه طيب وتحسيه قريب كده، طيب يعني ومحترف يعني عارف طبعًا. مش طيب مثلا واداء ممكن باهت. لا في طيبه بس في احتراف، فميكس ده حلو جدا. وكمان المشاهد اللي احنا شفناها الانسانيه، انا هتكلم بقى على الجانب الانساني ما بين موسيماني واللعيبه، جميل يعني فكره زي برضه ما كنا بنحلل مع كابتن طعيمه، فكره ان لما لاعب يجيب جول ويجري على المدير الفني ويحضنه، دي مش اجواء كنا بنشوفها او مش بنشوفها مع كل المدربين الفنيين يعني للفرق المختلفه، فدي حاجه عظيمه جدا. على كل حال زي ما بنقول دايما كده يعني احنا عيله واحده وحابين نسمع دايما ارائكم. حلقه النهارده خلصت، وحلقه كمان الاسبوع خلص معانا في 10 الصبح في الاهلي، دايما بيكون في يوم الخميس اعاده. وكمان عايزه افكر حضراتكم ان احنا بقينا اللايف ستريم، فاي حد كان بيسالنا يعمل ايه وقت البرنامج مش متناسب مع فكره ان هو بيبقى في الشغل او يعني عنده اي انشغال، فاحنا من خلال التليفون ممكن حضرتك تشوفنا او يعني تتابعنا وبس كده. طيب احنا عايزين برضو ايه قبل ما نختم مع حضراتكم حلقه النهارده اللي بنختم بيها الاسبوع، بطبيعه الحال عايزين نحذر كل الناس الجميله اللي بيتابعوا حلقاتنا. الهجمه الثانيه ابتدت، والموجه الثانيه من كورونا ابتدت، وزي ما حضراتكم اكيد بتتابعوا دول كتير في العالم ولا سيما اوروبا عملت يعني لوك داون كامل. فاحنا ان شاء الله ربنا يسترها علينا، اهم حاجه بس بنوصي حضراتكم واكيد بنوصي نفسنا. انت كنت عامله ده النهارده، هقول لك بقى على حاجه مهمه جدا. انا كنت من الناس وبجد يا كريم اللي مستهتره قوي بموضوع كورونا، وما بمشيش عمري كنت بماسك وبس، هو سانيتايزرز والحاجات دي، بس كنت من الناس فعلا اللي شايفه ان الموضوع ده ملوش اي اهميه. ولكن انا بقول لحضراتكم انا دلوقتي اصبحت من الناس فعلا الحريصه جدا على زي ما كريم بيقول الاجراءات الاحترازيه اللي احنا الواحد يتخذها. الكمامه مهمه جدا في الاماكن الزحمه، مش هزار، لو داخل بنك، لو رايح اي مكان يعني في زحمه لازم نلبس الكمامه، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نغسل ايدينا. هو فيروس لعين زي ما بيقولوا، بس اعتقد يعني اجراءاته الاحترازيه مش مستحيله، دي حاجه بالعكس ممكن نكمل بيها حياتنا حتى بعد اختفاء الفيروس. فربنا يسلم وان شاء الله ما حدش يتأذي، وان شاء الله تعدي الفتره او الويف الثانيه كمان على خير. بنتمنى السلامه للجميع، ونشوف حضراتكم على خير يوم الاحد الجاي باذن الرحمن، وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.